نقص المياه والخدمات الصحية المعطلة شمال شرق سوريا يشكل تحدياً جديداً يضاف لتهديد فيروس كورونا الذي تحاول الطواقم الطبية مواجهته رغم نقص المعدات بسبب إغلاق تركيا المعابر الحدودية. تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر كشف أن مستشفىً واحداً من أصل 16 مستشفى في شمال شرق البلاد يعمل بكامل طاقته، بينما أكثر من نصف جميع مراكز الصحة العامة خارج الخدمة. عواقب القتال ونقص المياه والغذاء والأدوية والكهرباء والانكماش الاقتصادي وفقدان الوظائف وارتفاع الأسعار تشكل مصدر قلق لملايين السوريين مثل فيروس كورونا، إن لم يكن أكثر الآن بحسب التقرير. ولا يزال نقص المياه أحد الشواغل الرئيسية لمعاناة السكان المدنيين في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، بينما غالباً ما تلجأ العائلات في المناطق الريفية إلى ملء شاحناتها الشخصية مباشرة من نهر الفرات لتعويض نقص المياه من المحطة الرئيسية.